لا يا اخوان، لا في هذا كان كله ما يشتغل فيه شيء، كله دمر وشال اسوء. طيب عمو احكي لي عمو، شو الوضع بالرستان؟ شلون عايشين انتم بالرستان؟ شلون عم تدبروا اموركم؟ عايشين تحت رحمه الله، كل شيء غالي، الخضره غاليه، الغاز غالي، ما في شيء نشتري، كله غالي، يعني نموت احسن. يعني الاسعار كلها بالنار عمو. ايه طيب عمو، انتم عايشين بالرستان، جايتكم شتويه هلا، يعني انتم شو مجهزين للشتويه؟ مجهزين مازوت؟ مجهزين حطب؟ شيء؟ لا والله ما في غير الاحرامات متحطة فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عمو، انتو حصار كبير على الرستان وقصف مستمر، يعني وفي غلاء كبير بالرستان، انتو شو بتحبوا تطلبوا؟ شو متطلباتكم لهذا الشيء؟ يعني انه يوقف الشارع قصف عنه، وتوقف كتيبة الهندسي، يوقف كل القصف عنه، وما بدنا شيء، لا بدنا ناكل ولا بدنا نشرب. ان شاء الله الحريم. يعطيكم العافية. مدينة الرستان 29/10/2013.